أهلا بكم من جديد. أعلن خالد علي المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية المصرية استمرار حملاته الانتخابية في السباق الرئاسي. وقال علي في مؤتمر صحفي: أدعو أبناء يناير على مستوى الجمهورية إلى تحرير 25,000 توكيل في الشهر العقاري وتسليمها إلى الحملة في موعد أقصى 25 من يناير القادم. وأضاف المرشح المحتمل: سننظم الحملة سلسلة بشرية ستنظم الحملة سلسلة بشرية من المؤيدين بداية من مقر الحملة بوسط البلد إلى مقر الهيئة الوطنية للانتخابات لتسليم التوكيلات. إنني أدعو كل أبناء يناير لجمع أكثر من 25,000 توكيل شعبي محررين في الشهر العقاري على أن يكون تسليمهم يوم 25 يناير القادم. يوم 25 يناير القادم في سلسلة بشرية ترفع صور شهداء هذا الوطن والمستشهدين المصريين. ترفع صور شهداء هذا الوطن والمختفين قسريا والمعتقلين ظلما الذين لفقت لهم قضايا لا لشيء إلا أنهم كانوا من الحالمين بمستقبل هذا الوطن. سلسلة تبدأ من مقر الحملة هنا وتنتهي في مقر الهيئة الوطنية للانتخابات، وفي مقدمتها كل أعضاء حملة مصر مش للبيع الذين وقفوا ضد بيع مصر. ينضم لنا عبر سكايب من برلين دكتور أحمد بدوي، أستاذ العلوم السياسية بجامعة برلين. مرحبا بك معنا دكتور أحمد. هل تعتقد أن خالد علي سيتمكن من جمع هذه التوكيلات 25,000 توكيل ويدخل في منافسة حقيقية مع عبد الفتاح السيسي؟ الشق الأول من السؤال، هل هيتمكن من جمع 25,000 توقيع؟ أيوة هيتمكن. هيخش في منافسة حقيقية أو لا؟ هنشوف. طيب، هل الضمانات الحالية دكتور أحمد، ضمانات نزاهة العملية الانتخابية، وإذا تمكن خالد علي كما تتوقع من جمع هذه التوكيلات، هل ستكون معركة ينضم إليها المحسوبين على ثورة يناير معارضي النظام ويعلنوا تأييدهم لخالد علي في مواجهة السيسي؟ أتمنى يكون عندهم القدر الكافي من الحكمة أن هم يعملوا كده. النظام مش كتلة واحدة، والنظام عارف أن لازم يكون في استحقاق انتخابي، وأنظار العالم كلها متوجهة عليه، ومش هيقدر أن هو يعني يكون عنده مطلق الحرية أنه يزور الانتخابات أو يعمل شيء من هذا القبيل. طبعا هيكون في تضييق كتير قوي، لكن اللي هيحصل لو فعلا خالد علي اترشح وقرر أنه يرشح نفسه في الموعد الرسمي للترشيح، هيكون في معركة. خالد علي نفسه النهاردة قال لازم نعمل كل جهدنا إنها تكون معركة حقيقية. في يعني فرص ضيقة جدا وفرص قليلة إن يكون في قانون بيطبق على الجميع. مصر لغاية دلوقتي سواء نظام أو غير نظام، مصر طول عمرها بتحب إن هي تفكر في نفسها، والنظام طول عمره بيحب إن هو يفكر لنفسه إن هو دولة مؤسسات زي ما كان السادات بيقول زمان. سواء الكلام ده صحيح أو لا، لكن فرصة متاحة ولازم نعمل كل جهدنا. لكن هناك من يرى أن تجربة خالد علي إذا استمر في هذه الانتخابات لن تختلف كثيرا عن تجربة حمدين صباحي في انتخابات 2014. إلى أي مدى تؤيد هذا الرأي دكتور أحمد؟ رأيي طبعا لوجهته، بس أنا أعتقد أن القياس خاطئ. 2014 غير 2018، خالد علي غير حمدين صباحي، الوضع الاقتصادي في الدولة حاليا غير الوضع الاقتصادي وقتها، الناس وقتها كانت منتظرة أي مخلص من وجهة نظرهم، دلوقتي بعد سنين من وجود هذا المخلص اكتشفنا أنه إنسان عادي زي كل الناس،
أخطائه يمكن أكبر من الأفعال الجيدة اللي عملها، في وعي أكتر في البلد بعد 4 سنين، في حالة من الغضب نتيجة الغلاء وارتفاع الأسعار، الوضع مختلف تماما. فالقياس يعني أعتقد أنه خاطئ، بالرغم من أن الرأي طبعا له وجهته. لازم نتحاور مع بعض بهدوء من غير زعل ومن غير غضب، ولازم نحاول نلاقي في الآخر إيه أفضل سبيل لمحاولة زعزعة الوضع الحالي. طيب. ومحاولة استغلال أي ثغرة لإحداث أي تغيير. أرجو أن تبقى معي دكتور أحمد. استنكر حزب مصر القوية ما وصفه بتضبيط انتخابات الرئاسة بحيث تكون على مقاس رجل واحد هو الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحمل الحزب في بيان له مؤسسات الدولة المختلفة تشريعية وتنفيذية وسياسية وإعلامية مسؤولياتها عن استمرار هذا المشهد الذي وصفه بالهزلي، وواجبها في تعديل هذا المسار قبل أن تهان البلاد في مسرحية هزلية تضحك العالم وتشوه وجه الوطن. من جانبه أعلن محمد أنور السادات رئيس حزب الإصلاح والتنمية المصرية أن موقفه من الترشح لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة سيحسمه الاثنين، مؤكدا أن توكيلات المواطنين أمر أساسي، بالإضافة إلى توقيعات النواب بالبرلمان، لافتا إلى أن النواب عليهم أن يستمعوا إلى برنامج كل مرشح قبل التوقيع له. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة النائب البرلماني السابق رجب هلال حميدة. طيب، يبدو السيد رجب ليس معنا الآن. ينضم إلينا عبر الهاتف من نيويورك محمود عطية منسق ائتلاف مصر فوق الجميع. مرحبا بك معنا سيد محمود. حزب مصر القوية يرى أن الانتخابات القادمة لا توجد ضمانات كافية على نزاهتها، وأنها ستكون مجرد عملية استفتاء على بقاء الرئيس السيسي. مساء الخير أولا. مساء الخير. وحزب مصر القوية يعني أنا يعني ما أعرفش يعني هو لسه موجود في الساحة ولا مش موجود ولا إيه، مش عارف يعني. فما يقوله يعني لا يؤدي ولا يجيب يعني ما فيش. اللجنة اجتمعت وأعطت الشروط، ومن يستطيع أن يتقدم أمام فخامة رئيس السيسي فلا يتقدم. أكون بقى إن كل مرة يطلع لنا ناس أصل الانتخابات مش هتبقى كويسة، أصل الانتخابات مش هتبقى نزيهة، ضمان الانتخابات زي زمان بالظبط حضرتك لما كانوا أعضاء الأحزاب الهامشية ينزلوا انتخابات مجلس الشعب ولا يوفقوا في الفوز بالانتخابات، أصل الانتخابات مزورة، أصل مش عارف إيه، ويسكنوا إلى هذا الكلام لمدة 4 سنين قادمة. لكن هم قدموا إيه للشعب؟ طيب يعني هو حزب مصر القوية بيقول الكلام ده، إن لا توجد عملية انتخابية حقيقية. إيه رأيك اللي بيأيد العكس أستاذ محمود، إن سوف تكون هناك عملية انتخابية حقيقية تنافسية؟ طب وماله، ايه المشكلة؟ ما نتمنى هذا يعني حضرتك. انا واحد من لا، حضرتك بتقول ان كلام مصر القوية غير صحيح، ايه الكلام اللي بيدلل على ان في انتخابات حقيقية بجد طبقا لكلامك يا سيد محمود؟ ايوه يا استاذي العزيز يا استاذ سالم، الانتخابات موجودة. إيه يعني انا اقول ليه مش هتبقى حقيقية؟ ايه اللي يخليني اتنبأ انها مش هتبقى حقيقية؟ ولا هو ضرب في النظام وخلاص، ولا ضرب في الرئيس السيسي وخلاص، واخد بال حضرتك؟ ايه البوادر التي تدل على انه لن يكون انتخابات نزيهه؟ ايه يعني هتقول لي مع كامل احترامي وتقديري للاستاذ خالد عادل، يعني القوى السياسيه تتحدث عن انتخابات تجري تحت قانون سيد محمود؟ الفكره بس القوى ساتيح لك الفرصه بالتاكيد يا استاذ. اسمعني بس يا استاذ. طب تفضل. اهلا بالاستاذ علي، واهلا بالاستاذ محمد، واهلا باي استاذ ينزل يتقدم في الانتخابات. ولكن يا استاذ، انا كمواطن ليس لي علاقه بالحكومه، وليس لي علاقه بالرئيس، وليس لي علاقه بالاجهزه، يعني لما تيجي يعني مع كامل احترامي، من هو خالد علي وغيره من الموجودين انه يحكم مصر يا اخواننا؟ مصر حضارة 7000 سنة، ما هو كل اللي احنا فيه من المصائب اللي موجودة من أحداث يناير لحد الآن، إن مصر بقت
يعني مرمى وهدف طيب. للصغار، يعني ده كلام مش منطقي. دعونا يعني نستمر شكرا لك سيد محمود، لكن من دلوقتي اقول ان انا وبالتأكيد رايي غلط. الكل له احترامه. شكرا جزيلا لك محمود عطية، من اختلاف مصر فوق الجميع. عاد إلينا النائب البرلماني السابق رجب هلال حميدة، الأمين العام للجنة السياسات بحزب العروبة. مرحبا بك معنا سيد رجب، وما هو موقفكم داخل الحزب من الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ لا أنا أتمنى بس أن أتحدث مع حضرتك بصفتي الشخصية طيب. وليس بصفتي الحزبية، لأن للحزب متحدث رسمي. خلاص، النائب البرلماني السابق رجب نعم. حميدة، تفضل نعم. سيد رجب. اسألني وأنا تحت أمرك يعني. طيب. اسألني وأنا تحت أمرك. طيب، يعني هناك من يقول أنه لا توجد أي دلائل على وجود انتخابات حقيقية في مصر الانتخابات القادمة، هي محسومة سلفا للرئيس عبد الفتاح السيسي، هناك قانون طوارئ يحكم البلاد، تم منع الفريق أحمد شفيق من خوض الانتخابات، تم الحكم 6 سنوات على العميد أحمد قنصوة، ولا توجد انتخابات حقيقية، بل هو استفتاء على وجود السيسي كما يقول حزب مصر القوية. ما رأيك في ذلك؟ يعني مع احترامي الشديد لكل الآراء، لكن ينبغي أن نناقش المسألة بهدوء شديد. سأجيب في البداية على هذا السؤال بتساؤل، وما هي الأسباب التي أدت إلى أن تكون الانتخابات القادمة انتخابات غير قوية؟ الإجابة يا سيدي أن المشتغلين بالعمل السياسي أو غالب المشتغلين بالعمل السياسي هم الذين قصروا في هذا الجانب، لم يستعدوا الاستعداد الجيد، لم يصدروا للمشهد السياسي والمجتمع المصري إلا مجموعة من المبررات، أن الوقت غير كافي، وأن اللجنة العليا للانتخابات قد حددت مواعيد ضيقة رغم أنها نفذت صحيح الدستور تماما. فنحن الذين قصرنا ابتداء لأننا لم نستعد للأمر جيدا، حتى الأسماء التي كان يراهن عليها على أنها ستخوض الانتخابات تراجعت. وينبغي أن تجيب عن أسباب تراجعها. أنت معي حضرتك؟ في رأيك سيد رجب، يعني وأنت كنت معنا قبل ذلك، قبل حسم الفريق شفيق لموقفه، هل بعض الأسماء التي تلمح ليها ولا سيما الفريق شفيق، هل تراجعت أم ضغط عليها للتراجع أو أجبرت على التراجع؟ أنا لن أناقش أسماء محددة، المناخ العام كله كل الأسماء بلا استثناء. لا، أنت كنت من مؤيد الفريق شفيق سيد يا رجب. يا سيدي مش دي القضية، وأعلنت دي ذلك صراحة. حضرتك مش دي قضيتك الآن، مش قضيتك، أنت بتسألني في قضية، أنت راجل إعلامي، أنت مش قضيتك أنا بأيد مين ولا ما بأيدش مين. أنا المناخ اللي أنا بعيشه للأسف الشديد كل الأسماء بلا استثناء، كل الأسماء بلا استثناء تراجعت ودفعت بمجموعة من المبررات. وليس مهما أن يكون المرء قد أيد شخصا ما ولكنه قد صدم فيه، هذا واقع. فنحن للأسف الشديد راهنا على أسماء كثيرة، هذه الأسماء التي تتكلم عن انتخابات رئاسية وهي غير قادرة الآن على أن تحصل على تزكية من 20 نائب، واجعل ذلك جانبا، لكن المواطنون في الشارع. وضيفك الكريم في الاستوديو تحدث عن مشكلات اقتصادية وعن وعن وعن، وهو محق في هذا كله. فأليست كل هذه الأسباب تدفع البعض لأن يعطي توكيلات لمرشح جدي يريد أن يخوض انتخابات جدية ويجعلها قوية، ولا بدلا من أن يتهم المستقبل أنها ستكون محصورة على زيد أو وضحت زيد. الفكرة، شكرا جزيلا لك رجب هلال الحميدة البرلماني المصري السابق، شكرا جزيلا. أعرب حمدين صباحي المرشح الرئاسي السابق عن استيائه بعدما جاء اسمه في سجلات الشهر العقاري ضمن المرشحين المحتملين للرئاسة. وقال صباحي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: من المؤسف أن يضع الشهر العقاري اسمي في قائمة المرشحين المحتملين للرئاسة
رغم موقفي المعلن منذ سنتين وحتى الآن بعدم خوضي للانتخابات الرئاسية. نعود مرة أخرى للدكتور أحمد بدوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة برلين. هل لديك تفسير دكتور أحمد لوضع اسم حمدين صباحي وهو اشتكى اليوم من ذلك في قائمة المرشحين رغم إعلانه أنه لن يخوض انتخابات الرئاسة بالأساس؟ الحقيقة ما عنديش تفسير، وأعتقد أنها قضية مش مهمة، وأعتقد أن رد فعله يعني ما كانش له داعي، سواء اسمه موجود او مش موجود، مش يعني شيء مش هام. يعني اللي انا اعرفه ان اي حد ممكن يروح يعمل توكيل لاي شخص، مش لازم الشخص دوت يكون اسمه محطوط عند الشهر العقاري، لان لغايه دلوقتي ما فيش حد رشح نفسه رسميا. فانا دلوقتي لو عايز اروح اعمل توكيل لحمدين صباحي، ما انا هروح اعمل توكيل لحمدين صباحي، وبناء على التوكيل اللي انا عملته له دوت اسمه هيكون في القائمه. فيعني أعتقد أنه موضوع مش هام. الموضوع المهم دور مؤيدي 25 يناير إيه؟ خالد علي النهاردة كان ذكي جدا أنه حط نفسه بكل يعني وضوح داخل معسكر 25 يناير. الانتخابات اللي جاية لو قدر لها أن هي تتم، وحتى في يعني أضيق حدود الحرية، هتكون صراع سلمي ما بين معسكرين وقوتين اجتماعيتين في مصر، المحسوبين على 25 يناير والمحسوبين على 30 يونيو. ده شيء هيكون جيد جدا، وهيكون اختبار حقيقي للنظام. وحتى لو زي ما قلت، حتى لو في أضيق حدود الحرية، مفيش حد هيمنع أي حد أنه يروح يعمل توكيل لخالد علي، ودي المعركة الأولى. لازم حجم التوكيلات يكون واضح وصريح ان في تأييد كبير لخالد علي، ولغاية دلوقتي ما شفناش اي مضايقات من اي حد لاي حد عايز يروح يعمل توكيل في الشهر العقاري. بقى لنا يومين دلوقتي الناس بتروح، فشايف ان حتى لو ان في تضييق، حتى لو ان الانتخابات هتكون ظلمة ومتفصلة على مقاس شخص واحد، في مزايا قانونية، وده برضو شيء أشار ليه خالد علي النهاردة، لازم نستغل أي ميزة قانونية تساعدنا أن احنا نزعزع الوضع اللي موجود. شكرا لك دكتور أحمد بدوي أستاذ العلوم السياسية بجامعة برلين. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية. مرحبا بك معنا سيد محمد. دكتور أحمد، في نهاية مداخلته قال حتى الآن لم يتم منع أي شخص من عمل توكيل لخالد علي، لكن حزبكم يقول ان هذه الانتخابات غير حقيقية ولا توجد اي ضمانات لنزهاتها، لماذا برأيكم؟ احنا رأينا عبرنا عنه بيان صدر امس او اول امس، باختصار بيقول هذا البيان بيقول ان المبشرات والمؤشرات تقول ان ليس هناك، نحن مش مقبلين على الانتخابات، بل نحن مقبلون على مبايعة أو استفتاء بشكل انتخابات، أو مبايعة للرئيس الحالي بشكل انتخابات. البيان كان يقول أن الانتخابات ليس جدولا وليست إجراءات إدارية. الموضوع مش ده الموضوع خالص، أن تطلع الهيئة تقول جدول، ولا أن في إجراءات بتتعمل، ولا أن في شكل إجراءات بتتعمل، لكن الموضوع هو أن يكون هناك رغبة حقيقية لدى الدولة ولدى سلطاتها ومؤسساتها في إجراء انتخابات حقيقية. وأن دوت أمر بره، يعني ما نقوله بره، حتى ان انا ادعم مين او مش ادعم مين، او حتى بره اي مصلحه حزبيه، انا من مصلحه البلد بشكل عام ومصلحه الوطن بشكل عام الذي يتغنى به الاعلاميون الرسميين ليل نهار، الوطنيه والوطن ومصلحته، ان يكون هناك شكل انتخابي حقيقي يعبر عن المجتمع ويعبر عن الديمقراطيه وعدم المجتمع ونضجه. شكرا. بشكل ما، لكن عندما نرجع الى الوراء الى زمن الاستفتاءات، شكرا لك، وضحت الفكرة، وعذرا على المقاطعة لضيق الوقت. شكرا لك محمد القصاص نائب رئيس حزب مصر القوية، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة. المسائية مستمرة مشاهدينا، وبعد الفاصل يلتقيكم الزميل مجاهد شرارة وباقي فقراتنا. وفيها، في استجابة لدعوة أطلقها السيسي
قبل أكثر من عام البنك المركزي المصري يفتح حسابا لتحصيل الفكة.